الطلب كان ينقط وطني وحب الناس الفقراء. العقد لم يتضمن تضمين بنود العقد مناشئ البضاعة التي سيتم تجهيز مفردات السلة الغذائية. ومن بداية مشروع السلة الغذائية سلسلة الشبهات لا يكاد ينقطع بهذه السلسلة العجيبة. جهاز التقرير الشطر الرعي قانونه هو المواصفة العراقية، فالآن هو يخضع فقط لفحص من قبل واختبارات وزارة التجارة فقط. أهم امتياز عنده أنه يحمل شهادة إعدادية وموهبة، أنه يهلهل له موهبة. والله يهلهل. لا ديوان رقابة المالية يشير إلى فساد. يشير إلى فساد. واضح جدا. ليش ما عاقب الفاسد؟ لا يوجد منصب أو درجة أو وظيفة بالشركة أساسا من هذا النوع. أريد أسأل هسه اللي وقع هذا العقد، هم محطة مال الكهرباء، بالله بتنطي مثلا يعني تعطي غاز معقول، تعطي غير شيء معقول، بس نفته ونفط أسود، ليش تنطيه إياه؟ ركزوا يعني إضافة للحصة التمويلية مو بديلا عنها وبسعر مدعوم.